وها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنامي التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس الاهتمام الذي يبديه كلا البلدين الصديقين بصيغ التعاون والتنسيق القائم بينهما بما يخدم المصالح المشتركة. وأشار سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم بقصر القضيبية مع سعادة السيد ويليام رابك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إلى التطلع المستمر نحو تطوير مدى هذه العلاقات، خاصة فيما يتصل بالمجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الهادف إلى تثبيت أسس استقرار المنطقة ودعم الجهود الدولية في مواجهة التهديدات الإرهابية وتنظيماتها. هذا واستعرض سموه مع سعادة السفير الأمريكي العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والأوضاع الراهنة في المنطقة.